في هذا الفيديو راح نشوف أغرب قنوات اليوتيوب. طيب يا جماعة طيب الخير، الخير، هذه الحلقة الثانية من سلسلة أغرب قنوات اليوتيوب. قبل ما نبدأ المقطع، إذا عجبكم لايك شير واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، أيضا يا جماعة الخير لا تنسون تصلون بالله صلي على محمد وما يبطل عليكم مقطع. خليكم مع أول قناة. قناة معنا يا جماعة الخير اسمه Eating Adam Slender. فكرة هذه القناة انه يجيبها صورة هذا الشخص ويطبعه ويطبع وجهه وياخذه وياكله، بس هذه هي فكرة قناته. خلونا نشوف اول مقطع. يا جماعة الخير هذه هي القناة الاولى Eating Adam Sandler، مدري شو. المهم انه مثل ما وريتكم الصورة، هذه هي صورته. طبعا اشتركت معه عشان ما اضيع قناته. المهم انه يجيب صورته يطبعه وياكله. يقفل المقطع، شوفه. هذه فكرة قناته. بس شوفوا هذا مقطع ثاني كنا نقابلها. شوفوا مقطع صورته بالبداية، والمشكلة ما ادري شلون ياكله ويبلعه. هذا وش يسوي ذا؟ نشوف نفسه ذا بس انه هذا. انا استغرب كيف كله بسرعة مستعجل. ورا مستعجل بلاك هيل. شوف وش ضوي سريع قناته، بس زي كذا يجيب صورته وياكله بس. فخلونا نروح للقناة الثانية. فكرة هذه القناة ما ادري وش فكرة القناة وما ادري وش ينزل عنه، لكن طريقة كلامه تنرفز. فالحين راح نشوف مقطع من مقاطعه وخليكم مع المقطع. طبعا يا جماعة الخير مثل ما قلت لكم، فكرة قناته انها ما ادري عن وش ينزل هو، لكن طريقة كلامه هي اللي تنرفز. فاسمع صوته. Wait for me. What ينرفز that? Singing a song? Holding hands? Holding hands? Turning a lightly girl. Lightly girl. ما ادري هو بلا ولا هو زي كذا. Be whitey how you see? خلاص. أنا خلاص قضينا منه خلاص، وخلونا نروح للقناة الثالثة. القناة الثالثة يا جماعة الخير والله ما أدري وش اسمه، لكن راح تطلع لكم هنا اسمه فيردستوف أو زي كذا، إن شاء الله نطقت اسمه صح. فكرة هذه القناة تجيب أي شيء يا جماعة الخير ويحطه بالمرحاض الله يكرمكم، ويسوي سيفون ثم يسحبه وبس. هذه فكرة القناة. فللي يتقرب من هذه الأشياء يقدم لين هالدقيقة اللي طلعت لكم هنا. خلينا نروح لحد مقاطع. هذه القناة الثالثة مثل ما قلت لكم يجيب أي شيء ويحطه بالمرحاض عزكم الله. هذه قبل 9 ساعات، فخلونا نشوف. طيب يا جماعة الخير في أغاني فقصرته. يجيب أي شيء قدامه بالبيت. شوفه، أعوذ بالله. يعني هذا استغفر الله النعمة عنده، استغفر الله. بس هذه فكرة قناته، يجيب اي شيء عنده خلاص. طيب ادري الله يبي. خلينا نشوف مقطع ذا، هو ينزل يوميا. شوف هو جايب كروم فليكس. لو ما ادري كروم، ما ادري وش كروم فليكس على شكل سمكة. والبيبسي ذا كل شوي جايبه. يعني طيب خلاص ما شاء الله عليك سويت ذا. طيب يعني انا استغرب من نص عارف يتبنانا. طيب خلينا نقدم خلاص. شو تسوي؟ وش ذا؟ مش ذا جاب كل شيء. وش ذا؟
من جماعة الخير ما خلاص للقناة الخير. طيب يا جماعة الخير، القناة الرابعة والأخيرة هي اسمها ليت تيب، أو ليت ما أدري وش معناتها، تيب اللي هو شرطون أو اللاصق أو اللاصق أو ما أدري إيش تسمونها أنتم، راح يطلع لكم هنا صورته، أتوقع عرفتوه بدون الصورة. المهم يا جماعة الخير، فكرة هذه القناة إنه يشوف أي شيء بالبيت عنده يجيبه يصور مقطع يشرطنه ويقفل المقطع، بس لو يمشي يشوف ولده ياخذه يصور مقطع يشرطنه. هذه فكرة قناة يا جماعة الخير. ما بيطول عليكم، خلونا نشوف المقطع. ما تخيل اللي شايف الجزء الأول يعرف هذا الشخص هو اللي قاعد يشرب ماء، وش اسمه نزل 10,000 مقطع، هو اللي جمع تخيل بالجزء الأول وجاء معنا بالجزء الثاني. بطلع عليكم مقطع، خلونا نشوف القناة. طيب يا جماعة الخير، هذا هو اللي قلت لكم بالجزء الأول اللي شو اسمه ينزل بس يشمع ويقفل المقطع. مثل ما قلت لكم فكرة هذه القناة يجيب أي شيء عنده بالبيت ويشرطنه، فخلونا نشوف هذا المقطع. ما أدري وش ذي، بس زي كذا. طيب سرع المقطع. ها أعوذ بالله، صارت كورة ما شاء الله. هذه فكرة قناته وجايب 28,000 مشاهد مشترك. طيب نشوف مقطع ثاني له، ما أدري وش أعود بال 24 دقيقة، لا سبعة. وأنا قاعد أمشي منه قبل 4 سنوات يشرطن بيته، ما أدري إيش يشرطن، فخلونا نشوف. فشكل قضن أفكاره وشرطن كله، شرطن كل اللي بالبيت وطلع برا وشرطن كل الدنيا. شوفوا دخل على الجيران بعد. مسكيت على غير هذا. طيب تعبت وكل شيء قضيت من ذا، تبدو تفك كل الشرطون ذا، شوف كل التعب شرطن بيتين دخل على جيران وعلى So yeah, so I've been at your house the past couple of days. Yeah. Thanks for all the help. You know, Tosh.0. Yeah. Well, I shot some of those. So what they did? كل شيء شرطان. شكل أبوه ذا ولا شيء. I don't want to be. طيب الحين شو الفائدة من المقطع يعني؟ خلونا نكون جماعة خير، وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم هذا المقطع، إذا عجبكم لايك وشير واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وأيضا لا تنسون صلى الله عليه اللهم صلي على محمد. إذا عجبتكم هذه السلسلة اضغطوا لايك، إذا شفت لايكات كثيرة أعرف أن هالسلسلة عجبتكم. عندي 3 قنوات جاهزة يا جماعة الخير، راح نزلها بالحلقة الثالثة. إذا تبغون اكتب تحت في الكومنتات نبي حلقة ثالثة من هالسلسلة. ما بيطول عليكم مقطع يا جماعة الخير، أتمنى عجبكم هذا المقطع، بإذن الله المقاطع الجاية. السلام عليكم.